تحديد هتكون من خلال المعسكر الخارجي، وبعد انتهاء المعسكر الخارجي هيرجع الفريق وياخد راحة 3 أيام، وبعد ال3 أيام يستأنف تدريباته بقى استعدادا لأول مباراة في الدوري أو الاستكمال يعني بطولة الدوري أو مباراة بعد التوقف. توقف كبير جدا في الحقيقة، الفترة اللي جاية دي كلها بصراحة فترة مملة، طالما مفيش ماتشات للاهلي الموضوع بيبقى صعب شويه، ومفيش ماتشات بشكل عام يعني، هو في ماتشات في اوروبا وكل حاجه، بس الدوري المصري دايما احنا بنبقى مهتمين بيه وبنحب نتابعه في الحقيقه يعني. فبالتالي بعد ال3 أيام الراحه بعد معسكر الامارات هتبتدي بقى استعداداتك النهائيه للفتره اللي جايه، وهيكون ابرزها طبعا اول مباراه للنادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا اللي هتكون امام النجم الساحلي، واللي تم تحديد ميعادها خلاص يوم 29 نوفمبر الشهر القادم، وهتكون مباراه مهمه قوي في تونس في ملعب رادس بالتحديد. وانا شايف ان هي ميزه كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي ان المباراه هتكون في ملعب رادس، لان ملعب سوسه صعب للغايه في حضور جمهور النجم الساحلي، بصراحه جمهور قوي جدا جدا، فبالتالي هتكون افضليه للنادي الاهلي نسبيا يعني. النجم الساحلي طبعا فريق كبير وكل حاجه، لكن ان شاء الله باذن الله نكون موفقين في هذه المباراه، ويكون النادي الاهلي قادر على حصد ال3 نقاط، ليه لا، نقدر باذن الله، وعملناها كتير جدا في رادس قبل كده. المباريات او تحديد المباريات بشكل نهائي خلاص تم من قبل الكاف. المباراه الاولى للنادي الاهلي بالتحديد في افريقيا يوم 29 نوفمبر، ده هيكون يوم جمعه، والاهلي والهلال السوداني طبعا اول مباراه النجم الساحلي زي ما قلنا، بعد كده الاهلي والهلال السوداني يوم 6 ديسمبر في القاهره، وبعد كده الاهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي في القاهره في الجوله الثالثه يوم 28 ديسمبر، هيكون يوم سبت. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في كل هذه المباريات، هيتخلل طبعا الفتره دي كلها بعض مباريات بطوله الدوري وربما بعض مباريات بطوله الكاس، في انتظار طبعا تحديد مواعيد الكاس من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم. طيب ده فيما يتعلق بالنادي الاهلي، ونتمنى كل التوفيق ان شاء الله للفريق بشكل كامل والجهاز الفني بقياده مستر رينيه فايلر، اللي هيقدر يتعرف على اللاعبين بشكل اكبر خلال المعسكر، وخلال الفتره ال 30 يوم دول كلهم هيكون ملم بالامور بنسبه 100% بقى خلاص ان شاء الله باذن الله. طيب عايز اعلق او عايزين نتكلم على قائمه منتخب مصر بالتحديد بعد ما اعلن كابتن حسام بدري المحترفين بس، وقائمه المحترفين ضمت كل من محمد صلاح من ليفربول الانجليزي طبعا، احمد حجازي من ويست بروميتش البيون الانجليزي، محمد النني باشكتاش التركي، احمد حسن كوكا براغا البرتغالي، محمود حسن تريزيجيه استون فيلا الانجليزي، وعوده محمود عبد المنعم كهربا ديسبورتيفو افيز البرتغالي. بالنسبه لي عوده كهربا غايه في الاهميه، غايه في الاهميه، لعيب كبير جدا جدا جدا، لعيب عنده كل الامكانيات والمقومات اللي ترجح كفه منتخب مصر ما فيهاش نقاش. شفنا كان مؤثر السنه اللي فاتت ازاي مع الزمالك، قدر ان هو يجيب لهم الكونفدراليه طبعا بشكل جيد، ويجيب بطوله ويضيف بطوله لمصر، فلعيب عنده المقاومات الكبيره جدا جدا اللي تفرق مع اي فريق، واكيد تفرق مع منتخب مصر. وشفنا الفتره الذهبيه بتاعته مع منتخب مصر كانت في امم افريقيا 2017 في الجابون، واللي قاد المنتخب للوصول للنهائي، للاسف ما خدناش البطوله، لكن كان مساهم بشكل كبير جدا كهربا، فعودته غايه غايه في الاهميه بالنسبه لمنتخب مصر. اتمنى له هو وزمايله كل التوفيق طبعا، المحترفين والمحليين كلهم كل التوفيق مع منتخب مصر خلال الفتره اللي جايه. بالمناسبه معسكر المنتخب هيبقى معسكر مفتوح بدايه من يوم 28 من الشهر الجاري، وبعد كده المعسكر الرسمي بقى يبتدي من يوم 5، وده الميعاد اللي هينضم فيه لاعيبه النادي الاهلي لمعسكر منتخب مصر بعد انتهاء المعسكر الخاص بالنادي، والاقرب بنسبه كبيره هيكون في الامارات، واللي هيستمر على مدار 6 أيام يعني هيكون في دبي بنسبه كبيره. فده هيكون ميعاد انضمام لاعيبه النادي الاهلي لمنتخب مصر يوم 5 باذن الله. نتمنى للجميع ان شاء الله كل التوفيق، والكابتن حسام البدري وجهازه المعاون وباذن الله يكونوا موفقين بشكل كبير جدا في تحقيق امال وطموحات الجماهير المصريه، لان احنا عندنا تحديات مهمه قوي بالنسبه لمنتخب مصر بتحديد الفتره اللي جايه. عندك ماتشين، كينيا يوم 14 في مصر، بعدين هتلعب جزر القمر يوم 18 هناك في بلدهم، فده في التصفيات طبعا الافريقيه المؤهله لبطوله الامم الافريقيه 2021 في الكاميرون. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. طيب جزئيه اخيره عايز اتكلم مع حضراتكم فيها قبل ما نروح نشوف اخبار الاهلي في الجرايد. وامبارح كان في مباراه تاريخيه، تاريخيه ليه؟ لان انتهت بنتيجه 9-0 ما بين ليستر سيتي وساوثامبتون انجليزي في الدوري الانجليزي. المباراه كانت اولى مباراه الجوله العاشره، وبالتحديد كانت في ملعب ساوثامبتون، ومباراه كانت كبيره جدا جدا، انتهت بفوز ليستر سيتي 9-0، فوز تاريخي وهو الفوز الاكبر، وبيحقق رقم قياسي
او بيعادلوا الرقم القياسي لمانشستر يونايتد اللي قدروا ايضا ان هم يحققوا في يوم من الايام فوز بنتيجه 9-0 في الدوري الانجليزي. فبالتالي كان فوز غايه في الاهميه وفوز مبهر في الحقيقه. الشوط الاول خلص 5-0، الشوط الثاني خلص او استكملوا الاهداف من خلال 4 اهداف في الشوط الثاني. لكن عايز اقف عند نقطتين بصراحه، يعني حاول نستفاد منهم، ومهم قوي ان انت دايما تحاول تستفاد من الحاجات اللي بتحصل. اولا العقليه عند اللاعبين، العقليه الفنيه.